شرفتونا. مرحبا وشرفتونا مباشرة على الهواء بحلقتنا لليوم من تنين الأسرة. شرفتونا تمار وأنا مننضم لكم اليوم مشاهدينا بتنين الأسرة. رح نحكي اليوم مواضيع مهمة بتهمكم مشاهدينا وبتهمنا كمان لإلنا نحن شخصيا. بختام الحلقة لليوم رح نعمل جولة عن لقاحات كورونا الجديدة، وأيضا بسياق الحلقة لليوم رح نحكي شوية سوشيال ميديا وكيفية نعرف إذا الخبر عم بيكون فيك نيوز أو خبر صحيح، وكمان رح نعمل جولة على بعض الجمعيات كيف عم بيساعدوا المحتاجين بعد انفجار 4 آب. إذا هذه مواضيع حلقتنا لليوم. بتشرفونا اليوم بتمام الساعة 4 لغاية الساعة 6. أنا وتمار مثل ما ذكرت لكم اليوم الطقس كتير حلو بالعاصمة اللبنانية. بدي أعرف أنت هيك كيف المود معك تمطوم اليوم بما أنه الشمس ساطعة والطقس كتير حلو، درجة الحرارة 22. ما بعرف إذا هذا بيعطيك إيجابية شوي. صحيح، ما في غير الطقس حلو. لا امورنا حلوه. شرفتونا قبل كل شيء مشاهدينا. ديانا شرفتيني كمان. بتعرفي انا يعني اليوم نهار التنين وكل نهار تنين بوعى بقول انه نهار جديد واسبوع جديد، فهيك بيتجدد في كل شيء وبيتجدد الامل اكيد. وبدنا كمان ندعي كل المشاهدين لحتى يتفائلوا. بدي اقول لكم انه العمر لحظه، فالحلو انه نعيش كل لحظه بلحظتها ونحاول نخترع شيء حلو، نحاول نشوف الحلو وما كثير نتاثر بكل شيء عم بيصير حوالينا. مع انه ديانا بتخيل انه اكيد في أمور شوي اساسيه صح. ما فينا نغض النظر عنها، ولكن حلو التفاؤل، حلو الامل، وحلو نحلم ببكره احلى 100%. غير هيك تمار، يعني حلو التفاؤل بهذا الشهر بالتحديد بشهر الاعياد، شهر كريسماس وراس السنه. قلت لك انه وقت ركبت الكريسماس تري هلا على عيد البرباره تغيرت نفسيتي بالبيت. فانا بدعي كل المشاهدين عن جد قد ما تكونوا حاسين حالكم داون او ما عندكم تفاؤل، اعملوا قصص صغيره عن جد يمكن بتخليكم تحسوا بفرحه العيد. ما بعرف، روحوا على المول اكيد ضمن الاحتياطات الكامله تاخذوها ضد كورونا، يعني وير ذا ماسك اولويز، ضلكم عم بتنظفوا ايديكم او تغسلون كرمال يعني اكيد الاحتياطات اللازمه 100%. بدنا نشدد اكثر واكثر بالعيله وبهالافراد يلي نحن عم نعيش معهم يمكن ايام صعبه، ولكن يمكن الاصعب جاي بكره او اللي بعده، وممكن لا سمح الله ما نعود نعيش هيدا الجو العائلي. فكتير حلو انه حتى نحن مكنكنين بالبيت، لانه هلا بالسقعه مكنكن، وكمان بما انه في كورونا مكنكنين اكثر واكثر، نستفيد من كل يلي حوالينا والله يخلي لنا اياهم اكيد. تحيه كمان مره لكل يلي عم بيتابعنا بهالحلقه. شوف كتار رح بيمروا علينا اليوم وتفاصيل كثيره رح نحكيها معهم. بختم حلقه اليوم رح بيكون بضيافتنا دكتور عيد عزار، وهو اختصاصي بالامراض الجرثوميه والمعديه. ايضا رح يمر علينا علي شحاده، وهو استشاري بالاعلام الرقمي. بضيافتنا اليوم رومينا مطر، وهي انفلونسر او عارضه ومؤثره اجتماعيه، ورح بيرافق اللقاء محمد الحسيني، وهو رئيس ومؤسس مبادره فيد نيد. والبدايه رح بتكون مع عبد الله كرم، خريج صحافه واعلام، وكارن خوري جبرايل، وهي خريجه تسويق. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. ميرسي، اهلا فيكم. شرفتونا كارن وعبد الله. شرفتينا كارن. نحن دائما بنبدا مع النساء لانه دائما احتراما بنقول ليديز فيرست. كارن حضرتك خريجه تسويق، وعبد الله خريج صحافه واعلام. البدايه كارن بدنا نحكي عن برنامج جريفن ليدرشيب يوث، هالبرنامج يلي بيدرب الشباب على القيادة وتعزيز القيادة بشخصياتهم. خلينا نعرف شو هدف البرنامج وشو هو البرنامج تحديدا. مزبوط. هذا البروجرام هو مبادرة مستر شفيق داوود يلي هو كان بديوك يونيفرسيتي باليو اس اي. هو حاب بدك تعلي لنا صوتك شوي كارن، ولو انه طالع على الميكرو بس نحن في موسيقى كمان. يعني بالاجواء الحلوه اللي نحن فيها فمش سامعينك بوضوح. هو حاب يرجع على لبنان ويعطينا من هز بيرسونال اكسبيرينس اللي اخذها باليو اس اي، ويجي حس انه عباله يعطي مثل يصيروا الشباب بلبنان عندهم هيدا روح الليدرشيب ويعطيهم مثل الاكسبيرينس اللي هو عايشه اكيد بالتعاون مع ال دي اف وبتمويل مبي. وهذا البروجرام هو بيساعدنا اكثر انه نقوي شخصيتنا، نشتغل على السكيلز تبعنا، كوميونيكيشن سكيلز، ليدرشيب سكيلز،
وكل هول القصص. يمكن من هون التركيز عبد الله على الشباب اللي بتتراوح اعمارهم بين 18 وال 24، يعني عم نحكي بعد التخرج من المدرسه. يونج جينيريشن، صح 100%. بهيدا العمر بالذات بينطلقوا، بهيدا العمر بالذات لازم نعزز فيهم فكره الليدرشيب، وباي طريقه؟ صح، هيدا العمر هو العمر الاساسي اللي لازم يكون فيه نركز على شخصيتنا كيف نبنيها، نعرف كيف نطور حالنا ونسقف حالنا من خلال نتقبل حالنا، نحترم حالنا، نعرف كيف نحب حالنا، لبالاخر ننطلق للبارت الثاني من البروجرام يلي هو فينا نقول تقريبا مقسم لتو بارتس. البارت الاول انه كيف انا بدي اكون بالمجتمع، كيف انا بدي اكون انا، كيف بدي اتقبل حالي، ما خلي الناس انه تطلع انه اوف انت مين، انت ليش هون، انا كيف، يعني ما نتاثر باراء الناس فيه. صح، انا ضلني على طبيعتي، يعني احب حالي، احترم حالي، تنطلق بالبارت الثاني اللي هو انا وقتها صير ببارت الكوميونيكيشن، كيف بدي اتعامل مع غيري، كيف بدي اتقبله مثل ما هو، لانه بتعرفوا انتم وقتها واحد بيحترم حاله بيحترم غيره طبعا. سو من هون بتنطلق الجود كوميونيكيشن يلي نحن للاسف صرنا بلبنان بحاجه كثير الى فقدينا، لانه ما عم نتقبل الراي الاخر وما في تعايش. خلينا نقول 100%، وهيدي جينيريشن للاسف ما عم يكون عندها الكوميونيكيشن سكيلز يلي نحن بحاجه لإلها، وهيدا العمر هو العمر المناسب انه نحن ندرس هيدا الشيء تنطور حالنا منه لإلنا، ومن ميلة تانية لنتعامل مع غيرنا تنكون بمجتمع مثالي نوعا ما، او صحيح افضل من مثالي. يعني عبد الله حكيت هيك كلمات علقت شوي بذهني، اول شيء نحب حالنا، نعرف كيف نتحدث مع الاخر ونحترم الاخر مثل ما بنحترم نفسنا. يعني هو كارين خلينا نقول هذا البروتوكول عند اي انسان اذا مربى ببيته، يعني بيتصرف مع نفسه ومع الاخر. كارين، من هيدي الانيشيشن اللي انتم فايتين فيها، يعني الجريفن ليدرشيب يوث اليوم، شو المناهج القياده اللي لازم نعتمدها نحن بحياتنا انه نكون ليدرز بين اصحابنا، اذا كنا عم نشتغل بمؤسسه معينه بحياتنا؟ اول شيء هذا البروجرام هو بيوضح لنا الفرق بين مانجر وليدر. هذا موضوع كثير مهم، وكثير قليل العالم يلي بتعرف الفرق. صح. بين مانجر وليدر. وجود ليدر هو شخص لازم يكون عنده فيجن، يعني في كثير عالم ليدرز بفكروا حالهم ليدرز بس ما عندهم ا جود فيجن، وتتوصلي على هذا الفيجن اللي بدك توصلي له بدك تكوني حاطه ا جود بلان. هذا البلان بده يكون بتايم معين، بده يكون افوردبل، بده يكون شوي رياليستيك، مش انه شيء ما فيك تتخيليه. بده يكون عندك الشخصيه، كل شيء واقعي يعني يقدر يتطبق. صح. وبلس الليدر بده يكون عنده سيتويشن معينه خلته يصير ليدر. بس في ناس كارن بتخلق، يعني it's something innate فيهم، يعني بيخلقوا عن جد عندهم نوع من ليدرشيب، وفي ناس قد ما تشتغلي عليهم ليكونوا ليدرز ابدا بحياتهم ما بيقدروا يوصلوا لها. كيف بتشوف السياسيين مثلا؟ صح. سبحان الله بتقولي خلق انه يكون ليدر، وفي ناس بتخلق انه ما تكون، لانه بيو بيكون مورث الجينات عندنا 100%. بدي اشوف اذا هي كمان عن جد طريقه تربيه، يا ريت بيستفيد منه كمان. ما هيك طريقة التربية. وكمان عبد الله فيك تجاوب على السؤال. كنت عم اقول يا ريت بيستفيد منهم انه السياسي بلبنان، انه حتى السياسيين عندنا بيستفيدوا على طريقتهم. عبد الله بيستفيدوا ايه على طريقتهم بشكل يضرونا فيه. Exactly. يعني مش انه يفيدونا. صح. فيه. سو من هون بتحسي ما عندهم ابدا كوميونيكيشن سكيلز السياسيين، واللي بيثبت هيدا الشيء السنه اللي قطعنا فيها هلا الكارثيه، يعني مدى الشيء ما صار من مرفق للثوره، وبعدنا يعني بنرجع لورا وصرنا عم نرجع على الخفيف للاسف يعني. سو من هون هذا البروجرام بيجي انه يقوي هيدا الجيل لحتى ما يعتمد على انا فتت بحزب كرمال هلا مش حنقلبها سياسه، بس حتى كسوشيال بالمجتمع بالسوسايتي نحن بحاجه بهالباد سيتويشن انه نخلق جيل يعتمد على حاله، يعني مش انا فوت بجماعه واتكل عليهم وشو بدهم يعملوا هون وشو بدهم يعملوا هون، انما انا كل فرد هو ينطلق من حاله انه انا بدي احسن حالي، بدي اسقف حالي، بدي اعرف انا وين بدي يكون بالمجتمع. كيف بتعملوا هالتدريبات؟ هي يمكن لانه ما في الحمايه الخاصه منهم كدوله، نحن مضطرين نعمل هيك. صح. ايه طبعا،
هلا هو كمان بيرجع على الشخص انه بطبيعه الحال مفروض انه هو يحسن يعني حاله بالنهايه. هلا نحن بناخذ الويبينارز كل جمعه بناخذ 2 او 3 ويبينارز، وكل ويبينار بيختلف عن الثاني ولكن بيصبوا بنفس المحل يلي هو انه كيف انا بدي اطور حالي وطور غيري بنفس الوقت لحتى اثبت حالي بالمجتمع. نحن شفنا بيراميد على الشاشه، كنا عم نحكي نحن وياكم، عم نرجع نشوفها. على شو بترتكز هيدا البيراميد؟ شو هن النقاط الموجودة عليها؟ هلا طبعا بالهرم اني انا شو بدي يكون وشو بدي وصل. هلا لأوصل للهرم انا بدي يكون عندي كيف بيقولوا انه مجمع قصص ورا ظهري، background. ايه background من عندي. هلا طبعا احنا البروجرام لكل الناس، يعني مش لحدا معين جاي من background معين. سو مشان هيك الحلو بهيدي الكوميتي انه كل واحد فينا جاي من اختصاص معين. بس في كثير جهل عبد الله، ما بعرف باي طريقه ممكن ينشغل على ناس عن جد ما ذنبهم ولكن مش قادرين يستوعبوا اللي نحن عم نقوله. اذا بتفكر يعني المستوى العلمي بيكون لهذا الاشخاص غير مستوى علمي اشخاص اخرين، والتفكير هذا بأثر. صح، بس هو ما انه مطلوب من الكل يكون على ذات مستوى التفكير، يعني هو كل شخص منه عنده لاكس بمحل معين وعنده قوه بمحل معين. صح. يعني اذا بتفكري انت وقتها تجي تشتغلي على حالك بتفكري بالقصص اللي انت ضعيفه فيها تتقويها. مزبوط. ولا مره فكرت بالقصص اللي انت دجا عندك اياها قوه. يعني في عالم يمكن منها قويه انه تطلع تحكي قدام عالم او منها ما عندها قدره التفكير تحل مثلا بروبلم معين. كل واحد قدر يشتغل على البوينت القوه تبعه اكثر من اللاكس، يعني ما نلتهي بالقصص اللاكس اللي عندنا اياها. يمكن هون بنرجع لنقطه المجتمع يلي حكينا عنها كارن بالاول مع عبد الله، بانه نتقبل الاخر بهيدي الطريقه يمكن وي كومبليت ايتش اذر، وهون بيكون الشغل. صح. وبلس بدي ازيد على فكره عبد الله انه انت اذا بتسالي ثلاث ارباع العالم بلبنان او اكثريتهم، اذا بتساليهم كيف تشوف مثلا البلد يلي بتحلم فيه كلهم بجاوبوا ذات الجواب، بدنا كهرباء 24 24، بدنا ذات المطالب. بس كل واحد عنده البلان تبعه، كل واحد مفكر انه هو البلان تبعه رح يوصله على هذا المحل. فنحن بس نعرف نعمل كوميونيكيشن مع بعضنا، هذا الشيء اكيد حيوصلنا على محل اكيد احسن. هيدا اهم كلمه قلتيها كارين، بس نعرف نعمل كوميونيكيشن مع بعضنا. يمكن هيدا اللي بنفتقده نحن بلبنان، الكوميونيكيشن مع الاخر، ان كان نحن شو بدنا مطالبنا. متى حنعطي اكزامبل انه من سنه لهلا كان في كثير مطالب للشعب اللبناني لازم تنعمل. صح. ونحطت انه لنقول ما بعرف، بدنا كهرباء، بدنا طرقات منيحه، بدنا مي، بدنا حياه مريحه لنا. اليوم كان في قياديين بهيدا المشروع ولكن كانت الرؤيه ضعيفه، وكثير من العالم قالوا انه ما وصلت الفكره لانه ما كان في قياديين محطوطين بالمراكز المضبوطه. لو انحطت هالقياديين بالمراكز الصحيحه، هل برايكم كان وصل صوت الشعب اللبناني اكثر؟ هلا من ميلي انا بشوفها انه بالنهايه الشعب كله عنده نفس المطالب. هلا لانه نحن كثير يعني صار الشعب كثير لانه عم يركز على الامور اللي عم تصير الباد بهذه الباد سيتويشن، نسي الفرد وخاصه اليونغ جينيريشن هيدي انه تطلع بحالها انه انا شو ناقصني. صرنا بس عم نطلع كيف بدنا الطرقات يصيروا منيح، كيف بدنا الوضع يصير منيح، كيف بدنا نلاقي شغل، نسينا حالنا نحن شو بدنا. حقوق الانسان بكل العالم هو اللي عم نطلبهم نحن 100%. صح. سو هون انه بترجع القصه انه الحكومه كمان والدوله عندها دور اساسي. سو هون الناس يعني قديش بده يكون في ليدر من الناس لحتى يوصل الصوت، يعني اكثر من هيك صوت بعد في، يعني عرفت فهمتي كيف قصدي؟ انه الناس يعني تعبت، الناس هلكت، بطلت عم تشوف شخصيتها هي شو بدها، لانه صرنا عم نشوف مثلا على التي في هيدا بيعمل اكسيدون، هيدا بيعمل ما بعرف شو. سو بننسى حالنا شو، بنصير نفكر دائما بغيرنا لدرجه انه انا مثلا الي فتره بفكر انه بهالطقس البشع انه كيف اهل بيروت عم يقدروا يعيشوا، عم يقدروا يناموا، عم يقدروا ياكلوا، خاصة انه بيوتهم منا كلها تزبطت 100%. سو بننسى حالنا نحن وبننسى انه يعني وين راحت الكوميونيكيشن، وين راحت الناس، وين راحت الانا تبعي يعني. صحيح. بعرف انه كل هيدا الشيء عم بيصير عبر زوم على ما اظن، فبدي اعرف اذا الفكرة عم تقدر توصل بهيدي الطريقة، وقد ايه الكوميونيكيشن قوية، وقد ايه ردة الفعل عم بتكون حسب توقعاتكم.
هلا عنا بلبنان مثل ما بتعرف يعني الانترنت ما لنا شيء كثير قوي عنا. شفتوا من حول ومن دور بنرجع نركز بس المصايب. بس لا الحمد لله يعني عم تكون كثير حلوين السيشنز، عم بيكون في كثير انتر اكشن، يعني عم بيكون كل الوقت اكثريه الوقت نحن عم نقدر نشارك اكثر من ما الجاست هو اللي عم يحكي. فعم نقدر نوصل راينا، عم نقدر نكتشف نحن شو الاشياء البوزيتيف يلي فينا، يعني عم نقدر نكتشف مهاراتنا قبل ما نطورهم حتى. حلو. بتعرفي كارين من اللي عم تحكيه بدي اعطي اكزامبل هيك لايف على الهواء. اليوم انتم بهالويب سيمينار اللي عم تعملوه اولموست على زوم، شو هن التبس الاساسيه للانسان يكون بموقع قياده؟ يعني شو عم تتعلموا بهالسيمينارز عبد الله؟ ايه هلا نحن الكل سيمينار قلت لكم انه بيحكي عن شيء معين. في عنا الايموشنال انتليجنس، كيف انا بدي احرك مشاعري تجاه نفسي واتعلم انا انه اقويهم وتجاه الاخر، يلي مثل هن كنا عم نقول التقبل اكسبتنس، الابروفل، كيف بدي انا ارضى عن غيري وارضى عن حالي قبل غيري. هذا الذكاء العاطفي صح. والمواد كيف انا حن لغيري. هلا طبعا هلا بهالكورونا بطل حدا يقرب يعبط حدا ويلمس حدا، بس انه بضل في عندنا المعنويات، يعني انه عم بعيد حدا يعني بحاجه. يعني نحن بالتفكير كمان هيدا شغله كثير مهمه. صح. وعندنا ويبينار عن الليدر ابروتشز، يلي هي اول ويبينار كان عن الليدرشيب. اخذنا شو الفرق بين الليدر والمانجر، قديش مهمين الفولورز بحياتنا. يعني انا وقت بعمل شيء حلو، وقت بعمل شيء على الصعيد انساني، بخلي غيري يتعلم مني انه مش بس انا لازم اعمل شيء انساني، انت كمان. نحن خلقنا بهالحياه لبعض، يعني ناثر على غيرنا ونخلي غيرنا يشوف نحن القصص اللي عم نعملها، البوزيتيف ثينكينج اللي بنفكر فيه، القصص نخلي غيرنا يفكر بطريقه ايجابيه مثل ما نحن بنفكر. سو هون بنكون عم نخلي غيرنا ياخذ منا وغيرنا ياخذ من غيرنا، وهيك نحن بنصير نعطي. هيدا الشيء عبد الله وكارين ما بيخلق بين ليله وضحاها، يعني طبعًا. عم نحكي عن تفكير معين صحيح. بنعرف انه كل شيء بنزرعه اليوم بنحصده بعد فتره. بعد قد ايه وقت بنصير نحكي عن مجتمع صالح يفكر صح ويتصرف صح؟ الحلو بهذا البروجرام انه هن ليدرز، العالم اللي عم تعطينا هول الويبينارز هن عالم ليدرز حابين يخلقوا ليدرز يكملوا من بعضهم. في جمله هي true leaders don't create followers they create more leaders. يعني انت اذا حاطه فيجن لقدام وعندك بلان معين، انت يمكن ما تقدر انت توصلي على هيدا الفيجن اللي بدك توصلي له، بس انت اذا حاطه بلان مزبوط وعم تخلق من بعدك ليدرز هيدا الشيء مزبوط، شخص اخر بكفي الرساله قادرين يكملوا عنك. يعني انت لحالك ما انك قادره تعمل شيء. صحيح. سو ستيب الاولى هي انه اول شيء نبلش نخلق ليدرز تيقدروا يمشوا على هيدا البلان اللي حاطينه. ان شاء الله نخلق ليدرز من جيل الشباب يلي هن طامحين لمستقبل افضل للبنان وللعالم يعني بالاجمال، وهيدي اهم نقطه، يعني من جيل الشباب ونحدد انه من جيل الشباب. ختاما معك عبد الله، هل ممكن within هالويب سيمينارز اللي عم تعملوهم اذا حدا تدرب وعرف المناهج القياديه ممكن بعدين ياخذها كمهنه له؟ بتقصي من بعد الويبينارز انه يصير عم يشتغل على انه يحسن غيره؟ اكزاكتلي. او يعملها مهنه يصير يدرب على الليدرشيب. ايه طبعا طبعا بيقدر من بعد هيدول الويبينارز اللي عم ناخذهم. طبعا بنقدر نعطي غيرنا ونعلم غيرنا، وهو اصلا هيدا دورنا كبارتيسيبنتس بقلب الويبينارز. نحن 40 شخص شاب وصبيه، مش بس هدفنا طبعا نحصر الانفورميشنز اللي عم ناخذهم لنا نحن، بالنهايه الكوميونيكيشن اللي عم ناخذها انه نوصل كمان هول المعلومات لغيرنا. ما عم بتكونوا بخيلين يعني؟ لا لا طبعا، مش هناك جينا لهون لنوصل للناس، وبدنا نقول لهم انه يعملوا فولو لبيج جريفن ليدرشيب يلي كمان اللي هو ذاته الفاوندر شفيق، مستر شفيق داوود يلي مؤسس جريفن يوث ليدرشيب بروجرام، هو اللي عمل هيدي البيج ومن خلالها اطلق هيدا البروجرام. سو دائما بينزل ويبينارز كثير مهمين، وكل ويبينار بيحكي عن شيء سوشيال، شيء بوليتيكال. سو دائما نحن لازم انه يكون عندنا هيدي التشالنج بحياتنا، نتحدى حالنا ونتحدى غيرنا انه نحن مش بس بدنا نوصل له المعلومات، يوصلوا لنا غيرنا.
سو هيدي هي كل ال بدنا نحيي مستر شفيق ونحيي ال 40 طبعا بوجه له تحيه شاب وصبيه ونقول لكم يعطيكم الف عافيه وشرفتونا كارن خوري جبرايل وعبد الله كرم يا هلا فيكم ميرسي شرفتونا ويعطيكم الف عافيه. اما بعد الفاصل الاعلاني مشاهدينا بينضموا لنا محمد الحسيني وهو رئيس ومؤسس مبادره فيد ذا نيد وبتشاركوا اللقاء رومينا مطر هي عارضه ومؤثره اجتماعيه. اذا فاصل ومنتابع.